خلينا هلا ننتقل لمادتنا التالية. تشرين الأول شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، الشهر الوردي. رح نتوجه بحديثنا اليوم عن نشاط رائد حول هيدا الموضوع، عن فعالية اليوم التوعوي الأول عن سرطان الثدي الموجه للسيدات الصوم. للحديث أكثر حول الموضوع بصباحنا غير مع الدكتورة هالة شاهين، أستاذة محاضرة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق وناشطة مجتمعية ومنظمة الفعالية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا للاستضافه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتوره. أهلا يعني فيكي. دائما في انشطه توعويه بسرطان الثدي، لكن اليوم فكره جديده عاملينها هي للسيدات الصم. تماما. واللي هن الاصعب بيمكن توصيل الرساله التوعويه لهم، كونهم عندهم وضع خاص ويمكن حتى اعلام بالرغم من القوه بتكون صامته اكثر من غيرهم. تماما. فخبرينا كيف طلعت الفكره، كيف اشتغلتوا عليها وعم تطبقوها. تمام. بداية مثل ما تفضلتي، نحن صرنا 4 5 سنين عم نشتغل حملات توعية كلها موجهة للنساء العاديات. السنة حبينا نطلع خارج الصندوق، توجهنا لهالفئة اللي هن فئة الصوم، اللي هي الحقيقة فئة مغيبة في المجتمع. ما حدا بيفكر يعمل أي شيء للصوم، يعني قلة نادرة يمكن اللي بتتوجه بفعاليات أو بتتوجه بأي شيء لفئة الصوم. نتيجة صداقتي مع سيدة هدى محمد، رئيسة مجلس إدارة جمعية لغتي إشارتي، اللي هي جمعية تعنى بدمج وتمكين الصوم، فكرنا بهذا الموضوع وقررنا نعمل هي الفعالية. وكانت حقيقة بوصلتنا الأساسية لإنجاز هذا اليوم هو كلمات قالتها السيدة الأولى برسالة وجهتها يوم في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعام 2019، بأنه المجتمع لا ينمى إلا بتنمية كل أفراده، وكل فرد في المجتمع له دوره في بناء البلاد وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. فالمجتمع لا ينمو إلا بالجميع ومع الجميع. من هيدي الفكرة انطلقنا بأنه حقهم علينا فئة الصم أنه نحن نوجه لهم التوعية اللازمة، وهن جزء أساسي من أجزاء المجتمع ولازم يحصلوا على حصتهم من التعليم والتوعية والتمكين. من هون بلشنا التحضير من حوالي شهر تقريبا نعمل هذا اليوم. تواصلنا مع مديرية ثقافة دمشق وكانوا مشكورين، يعني قدموا لنا كل التسهيلات وكل التعاون الممكن. تواصلنا مع قامات طبية كتير كبيرة، كانت معنا مبارح أساتذة كبار، كان معنا الدكتور نوري المدرس اللي هو أحد مؤسسي الجمعية السورية لأمراض الثدي، قدم المحاضرة الأولى، وكان معنا دكتور حسن الحسن أيضا، كان معنا دكتورة من كلية التربية دكتورة كارونين محسن، وأخصائية التغذية اللي هي دكتورة داليا حسامو. طبعا لأول مرة المحاضرات مبارح كانت عم تتقدم باللغة المحكية للناطقين، لأنه كان في جزء من الحضور ومن السامعين، وبلغة الإشارة للصم. والحقيقة كان التفاعل كتير حلو، الاستجابة تبعهم كانت كتير حلوة. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة، يعني كيف كان التفاعل؟ لما نقول يمكن مثل ما قلتي ببداية فكرنا خارج الصندوق، لأنه هي شريحة أساسية في المجتمع ويمكن يجب دمجها. يعني هي الثقافة نوعا ما عم تنتشر بالآونة الأخيرة، دمج جميع فئات المجتمع للنهوض بمجتمع أكيد سليم ونفسي صحيا. كيف كان التفاعل، كيف كانت ردود الأفعال، خصوصا السيدات؟ نحن معروفين أكثر عاطفة من الرجال، فهون الموضوع نوعا ما مختلف. فينا نقول الحقيقة التفاعل كان كتير حلو، كانوا سعيدين جدا السيدات الصمية اللي كانوا حضرانين معنا مبارح، كانوا سعيدين جدا. بتحسي أنه أول مرة هن شعروا أنه في شيء موجه لهم باهتمام مجتمعي كبير. فالتفاعل كان كتير حلو، تلقيهم للمعلومة كان كتير جميل، ما فاتهم، إذا بقلك ما فاتهم أدق التفاصيل سألوا عنها، و تماما كان في تجاوب كتير كبير من هون. وطالبونا هلا بانه نعمل كمان فعاليات ثانيه توعويه لهم، وان شاء الله قريبا يعني بنكون عم نحضرها. نعم دكتوره، بما انه كنا عم نحكي عن الاستجابه والتفاعل لشريحه السيدات الصم، كان هل يوجد في حالات لسيدات صم اصبن بالسرطان تم الشفاء، امثله عن القوه ان كانوا محليا عربيا او عالميا، اخذتوهم كنموذج لتوصلوا الفكره، أو أنه أنتم حاولتوا فقط التوعية تكون من خلال الوقاية من سرطان الثدي، أم أخذتوا حالات؟ لا، هو انعرض
انعرض هيك وانعرض هيك، تمام؟ يعني انت بدايه بدك تعرفي هالسيده اللي هي هن غالبيتهم غير متعلمات، بتعرفي نتيجه انه الاصابه بالصمم غالبيتهم حتى قراءه اللغه تبعنا ما بيقروها، في بعض منهم متعلم لكن الاغلب هن بس بيتواصلوا عبر لغه الاشاره. فنحن بدايه المحاضرات وصلت المعلومه، شرحت عن سرطان الثدي هذه المحاضرات. موضوع الكشف المبكر كثير اساسي، نبهناهم الى انه الكشف المبكر هو يزيد من معدلات الشفاء بنسبة 95% وبيقلل عدد الوفيات لنسبة تتجاوز 30%. هيدي معلومة كتير مهمة يعرفوها. فرجيناهم أساليب الكشف الذاتي اللي هو كل سيدة لازم تعمله، الكشف الذاتي في المنزل، ضرورة مراجعة الطبيب بشكل دوري، ضرورة إجراء فحص الماموغرام لفوق سن 40، الفترات اللي لازم ينعمل فيها. هيدي كلياتها معلومات العدد الأكبر منهم ما كانوا بيعرفوها نهائيا. هذا اللي بسألك عنه، يعني نحن سنويا وبشهر التوعية ومن خلال شاشات الإعلام وكل الوسائل الإعلامية عم يتم حملة توعية جدا كبيرة، لم يكن في معلومات كافية يعني لدى السيدات، لم يكن في معلومات تقدم بلغة الإشارة. هذا النقطة كثير مهمة. صحيح، نحن مثل ما عم نقول أنه هن جزء كبير من هون ما بيقروا وبيسمعوا، ما بيسمعوا أكيد لأنه صم، وما بيقروا اللغة تبعنا. فبالتالي هن كان مفروض أنه المعلومات تتوصل بلغة الإشارة. امبارح كانت لأول مرة هاي المعلومات عم تتقدم لهي الفئة من السيدات اللي كانوا حضرانين معنا بلغة الإشارة، وإن شاء الله أكيد بدنا نكررها أكثر مرة، لأنه أكيد اللي كانوا حضرانين معنا امبارح مو هن فقط. صحيح. الموجودين بالمجتمع كسيدات صم، أكيد في سيدات كمان، وأكيد رح نتوجه بالتوعية مو بس للسيدات، لأنه إنقاذ حياة السيدة هو إنقاذ حياة أسرة. صحيح. فبالتالي أنت لازم توجهي التوعية مو بس للمرأة وللرجل، شريكة في الحياة، زوجة، اللي إذا هي أهملت صحتها لازم هو يكون وراها، لازم هو ينبهها إلى أنه لازم تروح تعمل فحص دوري، تكشف عن نفسها، لأنه صحتها هي صحة للأسرة كلياتها. يمكن هي رسالة التوعية الصحيحة أنه لكل أفراد الأسرة ابتداء من أصغر فرد للمعنية بحد ذاته بسرطان. بيقولوا المرأة نصف المجتمع. صحيح. وبهذا الزمان المرأة صارت أكثر من النصف. أنا صحيح. بتخيل، فبالتالي صحة المرأة هي أكيد صحة للأسرة وصحة للمجتمع كاملة. نعم، كنت بدي أسألك دكتورة، يعني نحن اليوم عم في عنا شرائح كثيرة وكبيرة جدا، اليوم أخذنا شريحة السيدات الصم، في عنا شريحة السيدات اللي موجودين بمناطق للأسف أيضا رجعوا مشردين، كانوا رجعوا لمناطقهم اللي تعرضوا لبعض الأدخنة، لبعض يمكن المواد، لبعض الضغط النفسي أو يمكن الصدمات، لأنه بنعرف كمان السرطان أحده الصدمات نفسية من العوامل المؤهلة. فخبرينا كمان هدول الموجودين بهي المناطق الريفية البسيطة كمان، هل في توجه بعدين لحتى تروحوا لعندهم؟ لأنه بحس أنه هديك المناطق في عندها قلة بالمعلومات. تمام. أو قلة وعي. تمام. بهي الأمراض. هلأ أكيد نحن أي فرصة تجينا لأنه نتوجه لشريحة جديدة من السيدات أكيد ما لح نوفرها أبدا. اليوم مثل ما تفضلتي توجهنا للسيدات الصم، بس أكيد ببالنا كل الشرائح الثانية. بالنهاية المجتمع لا يكون سليم إلا بسلامة وصحة. صحيح. كل أفراده مثل ما قلنا دون استثناء. فبالتالي أكيد في خطط مستقبلية لنتوجه لشرائح أخرى من السيدات، وإن شاء الله منقول يا رب. إن شاء الله. بما أننا عم نقول في خطط قادمة دكتورة، قلتي هيدا اليوم هو البوابة لفعاليات ونشاطات أخرى من خلال التفاعل، يمكن حسيتوا لازم تكونوا موجودين بأكثر من نشاط. تمام. ضمن الجدول كان في شيء هيك مبارح قررتوا أنه ممكن يكون في القريب العاجل، لأنه يوم كافي أكيد غير، يعني يوم واحد غير كافي. غير كافي تماما، ربما يكون في يوم تاني للسيدات الصم، نرجع نعيد الفعالية مرة تانية لسيدات تانيات ما كانوا حضرانين معنا. في عنا خطة هلأ لحتى نسجل المعلومات يلي انعرضت خلال اليوم مبارح، يعني يوم أمس، نسجلها إما عبر سي دي أو ربما عبر أي شيء بلغة الإشارة، فيديو مثلا بلغة الإشارة، ويوزع أو ينحط ضمن مقر جمعية لغتي إشارتي، حتى إذا أجا سيدات جداد عندهم مثلا رغبة بالتعلم، عندهم مثلا إصابة لنفرض، ضمن المحافظات ممكن يكون، وضمن المحافظات قريبا يعني رح نتوجه للمحافظات الثانية. هي كلياتها خطط مرسومة إن شاء الله. نعم. إضافة لمواضيع تانية اللي هي التوعية بقصص تانية غير صحية. صحيح. إن شاء الله قريبا يعني بدنا نتوجه لها. يعني هلا صار يمكن دكتورة الخوف خوفين مع وجود الوباء كورونا، وزائد بتحسي إنه صار شبح الأوبئة
عم بيهدد فعلا حياة الإنسان ولازم التوعية بأدق التفاصيل. نعم. خبرينا عن الشراكات اللي عم تنسقوا معها حتى تتم هي الفعاليات، وهل في صعوبات معينة عم تواجهوها لإيصال هي الرسائل؟ الحقيقة الشراكات، شراكتنا الأساسية كانت مع وزارة الثقافة اللي أمنوا لنا المكان، شراكة مع الأطباء اللي تبرعوا بوقتهم وبجهدهم ليكونوا معنا. الحقيقة ما في صعوبات، شعبنا بيحب يقدم الخير مبادر. ويعمل خير، مبادر تماما. فبالتالي أنا مجرد بلشت بعملية التنظيم صدقيني التعاون يلي لقيته من كل الجهات اللي توجهت لها، سواء برجع بقول لك وزارة الثقافة لتأمين المكان، سواء لتأمين التجهيزات للعرض، سواء للتواصل مع السيدات الصم ليجوا، جمعية كثير كانت متعاونة ومتساعدة معنا. نرجع بنقول شعب مبادر وبيحب الخير، وبس بده بس حدا يقول له خلينا نعمل هالقصة، والكل بيقدم كل ما أكيد. يستطيع. خلينا بالختام دكتورة، قلتي مش يعني هي الفعالية في نشاطات قادمة عم في نشاطات للصم إن شاء الله تعالى، وبشكل عام يعني خلينا مش فقط للصم، شو اللي عم تحضروه فعاليات ونشاطات بالقريب العاجل؟ يمكن بقى شهرين من السنة، فأكيد هيك في فعاليات ونشاطات سريعة. تمام. هلأ مثل ما قلنا حنرجع احتمال نرجع نعيد الفعالية تبع سرطان الثدي، في عنا على رأس السنة تقريبا في عنا شهر للتوعية عن سرطان عنق الرحم. فاحتمال أيضا كمان أنه يكون عنا فعالية موجهة للسيدات الصم عن موضوع التوعية عن سرطان عنق الرحم. وفي عنا أنواع من التوعية غير الصحية اللي هو هلأ عم أفكر فيها أيضا للسيدات الصم، اللي هي التوعية القانونية، لأنه أيضا فئة الصم عندهم جهل كبير بالقوانين وعم ينضحك عليهم، خلينا نقول بكل صراحة عم ينضحك عليهم، عم تتاخذ حقوقهم في ناس كتير حتى من أقرب الناس إلهم. فنحن حاليا في طور هلا يعني قريبا بجوز تسمعوا في عنا فعالية توعية قانونية رح تكون إن شاء الله رح تكون موجهة للسيدات الصم، بنقول يا رب. وهذا كثير شيء مهم، التوعية بكافة أشكالها وخاصة للمرأة لتعرف حقوقها بالمجتمع وتحصل حقها وحق أولادها، لأنه هذا العنوان العريض لحماية المجتمع. وأكيد منقول لكل السيدات أنه ما يكونوا كثير قدريين يلحقوا حالهم، يعرفوا أسباب المرض ويتعرفوا عليه حتى يقدروا يتعالجوا 100%. والصحة للجميع. بتمنى لك نهار حلو دكتورة. شكرا. ويومك حلو. نهاري كان حلو لأنه بلش معكم. شكرا. لك دكتورة، أتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وأكيد نتمنى لك التوفيق بمشاريعك. شكرا. القادمة، وأكيد الإخبارية السورية حتكون شريكة معكم بفعالياتكم ونشاطاتكم. أنا ممنونة كثير لاستضافتكم، أنتم داعمين أساسيين يعني وسائل الإعلام، أنتم فعلا شركاء أساسيين، لولاكم ما فينا نوصل الفكرة لكل الناس. شكرا. نشكرك الدكتورة هالة شاهين، أستاذة محاضرة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق وناشطة مجتمعية، سعيدين بوجودك اليوم معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.